مرحبا بكم في برنامج اليونيكوم باللغة العربية. فإلى محاضرة اليوم كونوا معنا. استهلالا نرحب بالجميع ونحيي كل الحضور، ويشرفنا الإطلالة المشرقة على الوجوه النيرة الباحثة عن المعرفة والحقيقة من أجل الوعي والتطور البشري. كونوا معنا وإلى محاضرة اليوم، فإلى هناك. مرحبا بكم في جزائريوس اسأل واليونيكوم يجيب، برامجنا يوم الأحد من كل أسبوع، ونواصل فيما بدأناه الأسبوع الماضي. لماذا الصراع؟ وقد تركت لك الجنة بما فيها ولست خائفا من جهنم. اليوم لماذا الصدام؟ وكلنا أفكار بشرية نتجت في مدمار السباح نحو الأفضل. وإذا كان ربك من يحاسب فما بالك أنت؟ دع الأمر لله كما تعتقد، فلست أنا بخائف من جهنم، ولست بحوجة إلى الجنة، تركتها لك دون أدنى منافسة. فأن جنتي هو كوكب الأرض، وأن حياتي فيها مرة واحدة ومكتفيا بها، سأجبئها فرحا وطرفا وزهوا وبحثا ولهوا ومرحا وشرحا لما يدور في الآفاق من تصورات وتأملات أجسد منها لرفاقي وأقراني ولمن سيأتي من بعدي، بقدر ما اتسعت الصحائف وامتدت الفضاءات اتساعا لموجات الويب. لست انت ولا عانيك، لست انت ولا عانيك في شيء، وانما للراغبون في التوافق على مسيرة الإنسانية المتطورة والمتقدمة نحو الرفاهية والجمال والسلام والكمال. فقط أقول الحقيقة، ما قد رأيته وما قد سمعته منك وفيك ومن وفي غيرك، فلما الصدام ولم الصراع؟ هذا هو فهو ومحور سؤال، لماذا الصدام ولماذا الصراع؟ أليس كلنا أفكار بشرية؟ أليس كلنا أناس كائنات إنسانية أو كائنات بشرية؟ لما الصراع؟ أنت أتيت أو طرحت ما تراه أنت إنه الحق، وإنه الذي يحقق لك ما تزبو إليه في هذا الوجود. مرحبكم يا شباب. أنت طرحت ما ترى إنه الحق وما يحقق لك ما تزبو إليه في الوجود، أو ما تزبو عليه في هذا الوجود أو في هذا الكون، بينما أنا
أرى كما تراه أنت، ولذا طرحت وفقا لما أراه يحقق ما أزبو إليه في هذا الوجود خلال حياتي، وبالتالي أيضا لما الصراع ولما الصداع. هذا الكون واسع، وهذا السؤال موجه للذين يخلقون قوانين أو يخترقون قوانين لمواجهة الآخر ولصدام الآخر ولإزالة الآخر من الوجود. والكون واسع، وحينما تفكر في إزالة الآخر هو هذا الآخر أنت ليس بأكثر من أو بتختلف عنهم شيئا من حيث المكونات الطبيعية. مرحب، مرحب بكم، مرحب. وإنما الفوارق كما ذكرنا مسبقا في خلال حديثنا عن الكائنات البشرية وتطورها، نحن ذكرنا أن الكائنات الإنسانية الخلاف بينها فقط يعود إلى التكوين أو عدم تنشيط المكونات الموجودة في داخل أخلية الفرد، ريثما الإنسان حرك أو نشر المكونات الأخلية هذه المكونات تتطور أوتوماتيكيا وفقا لما يسر إليه أو لما أو لكيفية الاستخدام. هي بتتطور وبتأخذ طفرات، وبالتالي إذا ما لم يكن هنالك استخدام لها أو ليس هنالك حوجة جسدية هو يتحرك على ذويه فلن يتطور. وهذه النقطة أوضحناه ب اللي هو الشروط التي تطورت في المجالات التي تحقق الأمن البشري أو الأمن الكون البشري. المجالات الأساسية سواء كان مجالات الصحة، سواء كان مجالات الأمن، سواء كان مجالات الغذاء، سواء كان مجالات الطب، سواء كان المجالات التكنولوجية التي تخدم كل هذه الحقول الأخرى. هذه المجموعات قلنا إنها تقدمت لأنها أو وصلت إلى مستوى اكتشاف أسرار التقدم هذه، وبناء الاستراتيجيات لأنها واجهت مشاكل طبيعية جعلتها أنها تسعى، ولذا كلما خطا خطوة بتلك الخطوة أوتوماتيكيا بيفتح لها خطاوي أخرى، وهكذا ذهبت. أما الشعوب اللائي كانوا يناموا تحت الأشجار أو يعتمدوا على الأغذية من الحيوانات، أهلي بجملك أو ارضى من جملك أو أشرب بول بعيرك وخلاص اكتفي بهذا إنه العلاج. هذه الشعوب بقت لأن البعير موجود والشجرة موجود، يعني تنام تحت الشجرة والشجرة الثمار بتاع المطر بيجي الشجرة بتنم والثمار بتسقط، وبالتالي اللي هو تجد تاكل وانت قاعد. ما في شيء بيخليك انه انت تفكر، ما في شيء بيخليك انه يعني تفكر بانه تعبر مسافات على اساس انه تطور وسائل مواصلات. ما في شيء بيخليك انه تفكر في انه في جهه هيجي هاجمك بيحتاج للهجمات اللي بيحصل في اطار الصراعات بتاعت الحيوانات وحيوانات في داخل المناطق الغابيه وغيره، وداء الانسان يتوصل لآليات بتاعت حمايه نفسه من خلال الآليات الآليه البدائيه. وبالتالي احنا نجد هذه الشعوب
التقلب التي لا زالت في أدوار التقلب أيضا بنجد أنها تمتلك هذه الأدوات البدائية لأنها اكتفت بها وبقيت على ذلك. ما يعني الآليات الحالية بتجيء وتستخدم هذه الآليات كلها بتأتي من شعوب أخرى لأن تلك الشعوب تطورت في هذه المجالات نسبة للحوجة وتسخير عقولها وكلما فعل شيئا وجد أن اللي هو يحتاج لشيء آخر. وجاء مرحلة التناقض بين هذه الشعوب التي يعني تواجه الإشكاليات وتطور في مجالات عديدة حينما يعني تصادمت فيما بينها واستخدم الآليات الحربية وآليات التنقل وغيره ووجدت أن حينما يحدث الصدمات ويحدث المعارك ويحدث يعني الصراعات في بعض والتنافسات في بعض الأشياء هؤلاء يجدون ما طوروه هؤلاء فيسحبوا يطوروا آلية لكي يتفوق على ذلك في ميدان المعركة أو سواء كان في الميادين الأخرى. ولذا تقدمت هذه المجموعات أما المجموعات التي يعني لم تفكر أو يعني اعتمدت على ما يأتيها من المجموعات الأخرى ظلت كما هي. وبالتالي حاليا الناس وصلت في مراحل التقدم الاقتصادي الذي فتحت أسواق عالمية يعني ده يعني أنت هتتحول إلى سوق استهلاك يعني هذه المجموعات ستتحول إلى أسواق استهلاكية وبالتالي التحركات التي نشيبه بتاعت السيطرة على مواقع المادة الخام التي موجود عند هؤلاء لأن هؤلاء الذين طوروا يمتلكون المصانع التي يعني تستخدم هذه المواد الخام في إنتاج ما يحتاجه الإنسان في استخداماته وبالتالي يعني هم استهلكوا ما موجود في هذه في المواقع التي يسيطرون عليها من اللي هو كوكب الأرض وبالتالي يعني تلك الشعوب الناعمة لم تستخدم ما لديها ولا زالت باقية أو حتى وإن لا زال لديهم هذه يعني وصلوا إلى دراسات بأن هذه الكميات مثلا هتخلص من تاريخ كذا أو الأسواق كذا هتنشط في المجال الفلاني ونحتاج إن نسمع في كذا وهذه المواد يعني الموجودة في المخزون في اللي هو دائرة الأرض بتاعتنا كذا ما هيسر لي ما هيكفي لي هذا الشيء حينما يبلغ عدد الشعوب في المنطقة الفلانية كذا وبالتالي مصانع ده هتجيب ونكون في الإشكالية الفلانية وبالتالي يعني هنا لجوا لأنه اللي هو يحاول بقدر الإمكان على أساس إنه يخلق علاقات أو يوفر لهذه الشعوب ما يحتاجونه بقدر الإمكان أو يبلغ ما يمكن أن يعني يضمن مستقبلا اللي هو استمرارية هذه المصانع وهذه الأنشطة على اللي هو هذه المغازين الطبيعية الموجودة في الاتجاه الآخر. وخير هذا لا يوجد فارق يعني هذا يعني انه الفارق فقط في انه يعني هذا تطور وهذا سمت وهذا ما ينبني على كل طبيعة هذا ينبني على كل طبيعة انا في اللي هو نظرية التطور بالنسبة لليونيكورن وفقا لنظرية التطور بالنسبة لليونيكورن وقلنا أو وفقا لرؤيتنا لأصل الوجود وتطوره أن أوضحنا بكل صراحة والفيديوهات موجودة مرحب بكم يا شباب مرحب بكم جميعا مرحب بكم نحن أوضحنا من خلال نظريتنا للتطور أو نظرية اليونيكورن للتطور أوضحنا أن يعني أصل الوجود وهي كلها واحد الكون كلها واحد حسب النظم الذي اتبعه الانسان فيه اللي هو في تنظيم العلوم اللي هو سماه شنو الاصل ده سماه ماده او سماه غير ولكن كيفما يكون الاصل هي نفس المكون العناصر الموجوده حاليا هذه العناصر يعني منذ البداية ربما لم تكن موجودة بنفس هذا الشكل وإنما أنتجت من خلال تراكيب عناصر أخرى ف
فبينتج عناصر ثانيه جديده، ولذا بتجد في الجدول الدوري يعني استطاع العلماء ان يحددوا علامات هذه العناصر متى وجد او توفر هذا العنصر في الطبيعه. وبالتالي يعني هذه العناصر كلها موجوده في يعني اوقات مختلفه من وقت لاخر، وليس كلها موجوده في نفس الوقت. وبالتالي حينما نعود الى اصل الاصل الطبيعي كل واحد سواء كان انسان او سواء كان حجر او سواء كان بقره او سواء كان شجر، كلها يعني عنصر واحد. اما كيف طبيعه هذا العنصر الذي خرج منه كل هذه الاشياء، هذا ما لا زال يحتاج الى المزيد من اللي هو التقدم في التطور العلمي. وهذه الاشياء هي تباينت من خلال نوعيات التراكيب، هي التي يعني ادت التباينات. يعني ده وفقا لنظريه اليونيكورن للنشوء واسماء الوجود. انت لو مشيت في مواقع اليونيكورن بتجد هذا الكلام، وتجد فيديوهات مسجله، وبتجد كل شيء. وبوضح لك انه يعني الكون اتطور كيف من المراحل الاولى والى ان ليه اتقسمت، انه في اشياء وقفت في مستوى اللي هو النباتات، في اشياء وقفت في مستوى اشجار، في اشياء وقفت في مستوى يعني ابقار، في اشياء وقفت في مستوى كائنات يعني حيه، في اشياء وقفت في مستوى احجار وغيره. ده بنشرحه لك، وكيف انه يعني في النهايه اصبح يعني الانسان ككائن راقي في الطب. الكلام ده كله حصل كيف يعني؟ يعني الشجر والانسان يعني في مرحله من المراحل لا يختلفوا كثيرا، ولكن التفاوت في المكونات هي اللي جعل انه ده يبقى شجره وده يبقى انسان، ولكن هنالك عنصر مشترك ما بين الشجره والانسان، او ما بين الكائنات الاخرى والانسان. ولكن هنالك تفاوت في المكونات، تفاوت في طرق التكوين. وبالتالي ده كله اللي هو طويل جدا وبيتعلق بالنظريه كله، بتحتاج انه تقراه وتبحث فيه وغيره. لكن يعني لما نجي للناس بنفس الغرض، يعني الناس يعني المكونات البشريه هي كلها واحده، كلها يعني المستوى من حيث الكم والكيف، او من حيث الكيف كلها واحد. والا لما تكاثرت وانتجت؟ اذا لم تتكاثر بما كل ما لا يتكاثر مع الاخر وينتج هذا، يعني هنالك تباؤم في الاصول الوجوديه بالنسبه لهذه السلالات. ولكن طالما هنالك تكاثر بين في اي كائن وثاني وبينتج هذا الكائن، التكوين الوجودي بالنسبه له نفس الشيء، لا يوجد اي خلاف. لو باي خلاف بيعود لخلاف فيزيائي بيرجع لي اللي هو ظروف التكوين، ليس الا الظروف المرابيه وظروف التطور، الظروف المرابيه وخلال التطور. وده ايضا اوضحنا فيه التباينات اللالي بين الكائنات اللالي، هي يعني ليه انه تطورت اجنحه، ليه انه تطورت يعني زعانف، ليه انه ده تطور ارجل، يعني ده كله اوضحناه يعني. وده كله له يعني اسباب اللي دفع انه هذه الكائنات تطور هذه الاشياء، وليه ده تطورت ايدي. ولكن في البدايه اصلا ده كله ما موجود، الجسد ده بكامله مش موجود، موجود فقط الدماغ. الدماغ موجود في شكل كامل، نفس الاشكال بتاع الاشكال الكرويه دي، الكائنات الدقيقه والجراثيم الهاديه موجوده. ومن ثم هذه الاجهزه الحساسه جدا هي بحد ذاتها تطورت في اشكالها الكرويه على مدى اكثر من مليارات السنين، لكي تصل مرحله انها يعني ترجع لانه تطور ادوات. الادوات ده وفقا للحوجه لكي يخزن نفسه يعني. فاضطرت انه يعني
طورت ايدي اضطرت انه يعني تطور اجهزه دمويه، الاجهزه الدمويه اضطرت انها تطور اجهزه اخراجيه، اضطرت انها تطور اجهزه بصريه، اضطرت انها تطور اجهزه احساس. وبالتالي وصل لمرحله انه يطور الايدي، في بعض طورت ازياد، في بعض طورت ارجل بنفس الطريقه، في بعض طورت شعر، في بعض ما طورت شعر، في بعض طورت أجنحة لأنها كانت في أماكن أشبه بالأماكن المغلقة عندها بالجزر لابد من أنه تعبر هذه المناطق. البقية داخل المياه ولم تخرج ولم تنسحب منها المياه لأنها نشأتها كانت تحت المياه ولم تنسحب المياه وتتركها في أماكن جافة، دي اللي هو طورت الزعانف وغيره وبقية اليوم الليلة داخل البحار. مرحب بكم، مرحب جميعا، مرحب بكم جميعا. فده يعني انا مش عايز اتحدث عن فيما يتعلق به اللي هو نظريه او رؤيه اليونيكوم او رؤيه اليونيكوم لاصل الوجود وعمليه النشوء والتطور، ولكن ده على اساس انه نجي للفوارق بين الموجوده انه يعني بين الناس، انه ليها الناس يعني بيحدث فوارق فيما بينها. هي هذه الكائنات يعني يجب انها كلها تكون في مستوى واحد، ومهما يكن يعني بامكانها ان تكون في مستوى واحد، رغم انه هنالك يعني بيوجد فوارق بين اي انسان واخر حتى مع اللي هو بين ابناء الطوائف. ليه الفوارق ده بيتوجد؟ ده بيرجع ليه اللي هو التراكيب اثناء التكوين داخل اللي هو داخل الاجهزه اللي بيكون داخل الاجهزه اللي بيكون داخل الرحم وغيره. بالاضافه لانه برجع للمكونات الاساسيه المقدمه من الاب والمكونات الاساسيه الموجوده عند الام. المكونات دي بعد ذاتها بتحمل يعني اشياء وراثيه مختلفه اي واحد من الثاني. طبيعة الغذاء اللي بيتناوله الأب ده بيختلف من يعني قد يكون يعني الظروف الغذائية اللي من المفترض يوفر مواد معينة للغلايا اللي بيغذي هذه اللي هو الهرمونات وغيره اللي بيقوم بعملية اللي هو إنتاج الحيوانات المنوية وغيره اللي بتتحرك ومن ثم بتمشي بتقترح شراكة مع اللي هو مع مبايض الأم أو مبايض الأم. بعد ذلك قد يكون عملية التغذية وأسلوب التغذية ونوعيات المواد التي يستخدموا في التغذية هذه غير كافية، وبالتالي ممكن أن يخلق فارق بين إنسان وإنسان بسبب هذا. الأجهزة التي موجودة داخل الأم بقوم بعملية التركيب، الأجهزة الدماغية هي التي بيقوم بهذا الكلام، يعني خلايا المنشر بيكون بهذا الكلام موجودة في داخل الأم. قد يكون يعني مهاراتها ضعيف أو يكون هنالك نقص موجود فيه، وبالتالي ممكن أن هذا يؤدي إلى مثلا قلق اللي هو يؤدي إلى قلق في عقلية هذا الإنسان. القضايا واللي هو القضايا اللي المستخدمة في القضايا الوراثية المقدمه من الطرفين وبشكل شراكه بيسمي هذا الانسان الجديد، هذه القضايا قد يكون احسن وراثيا ناقصه فيها بعض الاشياء، ولذا بيأثر في نسبه ذكاء هذا الانسان يعني. ودي هي الفوارق اللي ممكن تحدث بين الناس، وهذا ممكن ان يحدث وممكن يحدث يعني التاثير ده ممكن يحدث حتى خلال يعني فترات الهند. نوعيات الاغذيه اللي بينالوا الام ممكن يأثر في اللي هو التراكيب بتاع هذا الجنين ونمو بعد المكونات الأساسية في جسد هذا الجنين لكي يكون إنسانا مكتملا بنسبة 100%. قد يكون إنسان يعني يولد ولكن هنالك نواقص في التراكيب الأساسية ممكن يحرك العقل بتاعته حينما يكبر، أو يعني ينمي العضلات بتاعته مثلا، أو ينمي أجهزة معينة في جسمه، أو ينمي أجهزة الصم. ليه بعض الناس بيمدوا واحد بيمدوا اطرش؟
بيجدوهم عندهم مشاكل في العيون، يجدوا هذا بعيون كويسة، عيونه ده يعني في فترة بتاعت يعني عمره 40 سنة يبدأ يتأثر. في بعض بيجدوه تلقى أطفال يعني كبار جدا، واحد لابس نظارة من عمر كذا. الأطفال اللي بيجدوه في مناطق الانفجارات النووية ليه بيحدث يسموه شنو معناه في تأثير؟ نفس المؤثرات ممكن يحدث في أي بيئة من خلال الأغذية اللي بيتناول الأم. قد يتناول الأم نوع أكل من المأكولات أو فاكهة من الفواكه، هذا الفاكهة مكون من كذا كذا، والمواد المكون منه هذه المواد ممكن إنه يمشي يأثر أو يتفاعل مع شيء من الأشياء موجودة داخل الجسم، وبالتالي يغير تركيبة هذا الطفل. الناس يعني هم كلهم يعني الناس كلهم واحد يعني من حيث الأصول التكوينية بيرجع لأصل الوجود، ولكن هذه السلالات يعني وفقا لنظرية اللي هو اليونيكورن السلالات البشرية هي بتختلف في أصولها الإنشائية يعني بواتر نفس المكونات كأنك يعني تجيب يعني 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 تجيب يعني اسمنتي ورمله وتجيب اللي هو جير وتلمهم تخليطهم في خمس محلات مختلفه نفس الشيء، ولكن تم خلطه في مناطق مختلفه وبنسب مختلفه. ده الشيء الحسن. وانت جيب هسي جيب يعني جيب مجموعه اعمل اصنع ثلاث عصير، اخلط ثلاث عصير اي واحد لوحده من نفس المواد، وأبدأ يعني جيب أواني تاني فارغة وشيل من عصير ده كوب وشيل من عصير ده كوب وأصنع تاني مجموعات أخرى، واستمر في عملية الخلط هذا لمدة يعني يعني حوالي ما فوق العشر محاولات، هتطلع في العملية 11 أو 12 هيديك أنواع يعني متباينة من العصير رغم الرسول نفس الرسول يعني. نفس الفواكه نفس الاشياء اللي انت جبته، لكن هيطلع لك هيديك اشكال الوان مختلفه وهيديك طعم مختلف وهيديك رائحه مختلفه، وهو ده الهاسي بين الناس. الاضافه لانه المؤثرات بتاعت الظروف يعني اللي هو نفس الاشياء اللي انت لو وضعتهم في درجه حراره درجه بروده مختلفه بيديك اللي هو اشكال بيديك تباينات فيزيائيه كثيره جدا يعني، وحتى يديك تباينات كيميائيه لانه في اشياء بتبقر وفي اشياء بتبقى. وفي هذا الاطار يعني احنا عايزين نسال لانه يعني الهدف الاساسي ما بين الكائنات البشريه هو الوصول الى الرفاهيه والبقاء والاستمراريه. هم يعني لو اضطرنا سؤال ليه هم بيقوا ويستمروا ما يقوا شغلانه لو ينهوه؟ ليه؟ فده ايضا يعني سؤال مطروح، لو اصلا الحياه دي هي معاناه وتعب الشغلانه ده ليه لو ناس يعني عنها شغلانه وانتهى كل شيء؟ ولكن لا يوجد اي شيء اخر، حتى الذين يعني اسوا هذه الاشياء الى الكائنات الغيبيه في النهايه كل ما بيسعوا له انه يصلوا لي اللي هو الرفاهيه في اللي هو في الجنه، ما اكثر من كده. انه انت هتمشي تتعذب، انت هتمشي الجنه، في النهايه زينوا الجنه باشياء وغيره، معناه في النهايه الجد الشيب بامره كله ماشيين اللي هو ماشيين بيبحثوا عن رفاهيه ليس الا والاستمرار في تلك الرفاهيه. وده نفس الشيء هسه اي انسان ما عنده شيء ثاني غير انه يعني كيف انه يستمر انه يكون جزء صاحب كويس يتزوج يجد انسان ثاني عشان ما يموت بدون ما يسموش حياته ينتهي بدون ما يجد انسان ثاني يستمر يواسي في حياته وفي انه يعني يستطيع انه يصل الاكل كويس يشرب كويس ويعيش في سلام بدون اتعاب بدون امراض بدون مشاكل، ما في حاجه ثانيه. ده كل شيء موجود يعني. فإذا كان ده معناه هو الهدف واحد يعني. ما الهدف الثالث؟ إنما وجد البشر
الناس حققوا هذه الأشياء يعني من خلال تعاون مشترك. ليه كل شخص بيجتهد نواه بإنه يصل لهذه الأشياء هي شريان يعني؟ ليه الناس ما يكونوا بتعاون مشترك إني يحققوا هذه الأشياء؟ إذن إدارة ما هكذا لماذا الصدام؟ الناس بتتصادم ليه؟ بتتصارع ليه؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. وبالتالي لا يوجد سببا يدعى الناس انه يعني انت توظيل الآخر لكي تستمر انت. المجهود الذي تستخدم في إزالة الآخر كافي لأن يوفر لك ما أذلته بسببه، وبالتالي دعه وأنت يعني تلك المجهود الذي تعمل مجهود المواجهة والصدام هذا يستخدم في اللي هو في عملية الحصول على الأسباب التي جعلك أنه تصطدم أو تزيل الشخص الآخر. حينما تفكر أنت بأنك تعمل من أجل كائن تغيرته أو خير إليك أو غيره الآخرون وصدقته، بأن يحقق لك ما تذبو إليه. لماذا تجبرني أنا على أن أصدق ذلك؟ أنت وفقا لما قدمت، قدمت إقرارات بأن هذا الكائن قدم إقرارات كذا وكذا 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 لمن يتخذ هذا السبيل أو اللي هو لا 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 يقضي حياته في هذا الإطار والنهاية هيكون كذا. أنا ده ماذا؟ مش الإخراعات الجنة وغير، أنا مش عايز الجنة ده، مش عايز النهاية لو حقيقة ولا لو كذب، لو حقيقة ما عايزه. أنت إيش يا أنت إيش مالك معي؟ أنا مش داير الجنة. انت قلت الكائن ده هو بيحدد يعني حدد بانه يعني انت جهنم ويعزي انت ما مش خليه يعزيني، انت مالك مالك؟ انا مش خايف من جهنم ده ولا خايف من الكائن اللي انت بتقوله ده. انا لا خايف من الله ولا خايف من جهنم ولا عايز الجنه. وبالتالي انت خسران ايه في الحته دي على اساس انه تصطدم فعلا شخصيا؟ ايه ربط في اليوم انت ما عايز الجنه؟ أنا قلت لك الجنة ده لوحدك، استمتع بيه. المسيرة أنا لو خشيت الجنة ممكن آخده ده أمشي شيء فيه أنت خدت الدنيا ده وتاني تضرب باي ماما. مالك ومالي أنا؟ أنا قال لي نمشي، تعالى ما عايز لو بيجي حدا وخليني أنا أمشي أتغلي وأتكلم أنا عم بشيء.
ثقابا من جهنم ولست بهبط الى الجنة. وبالتالي انا عايز ارمي جنتي في الدنيا ده هنا يعني. الاجيال انت بتحققه ده انا عايز احققه الان بيدي. الاوزار انت اوضعته وموجوده مكتوبه يعني انت عندك يعني موروثات وعندك يعني اشياء كثيره جدا موجوده بيودها الاوزار الحقيقيه لهذا الشيء. وده انا يعني الاشياء دي بستطيع انه بحققه هنا بدون ما انه يعني اللي هو نعمل الاشياء اللي انت بتعمله ده او نصطدم باي شخص او يكون عنده اي اشكاليه يعني. بستطيع انه بحقق الاشياء دي يعني. وبعيش امامك انت شايفه. وبالتالي ايش المشكله؟ انت انتظر ده وخليني انا وهادي. مرحبا بكم جميعا. فالمساله مساله عدم موضوعيه. المساله هي مساله عدم موضوعيه. لو اصلا في موضوعيه ما في جهه بيضطر انه يعني بيتولى امر كائن خيبي مجهول في مواجهه الاخرين. ونحن صراحه يعني ما رجعنا اليه وبحثنا في هذا الوجود لكي نأكد ان هذه الاشياء الطريقية هي اشياء غير حقيقية. عدم وجود يعني كائن غيبي، عدم وجود الاشياء دي كلها منتجات بشرية. احنا يعني لجانا للحفاظ ولجانا دي اللي هو الدراسة دي تاريخ التجربة البشرية ده بالكامل. وانا كما وضحت لكم استخدمنا مجسمات يعني استخدمنا اشياء كثيرة يعني. واحدى هذه المجسمات التي نحن استخدمناه اللي هو استخدمنا مجسمنا الذي ذكرناه هو في الاسبوع الماضي هو المجسم التوأم الذي ذكرناه اللي هو يعني شبهناه به او يعني اللي بنيناه على يعني وضعية اللي هو الجنسين او الذكر والانثى واطلقنا عليهم هري وهرية وغير توائم يعني. واللي هو يعني مثلثين متساوي الاطلاق. بننظر يعني من خلال هذين المثلثين احنا بندى الوجود بكامل. في اللي هو الماضي والحاضر والمستقبل. المثلثين متساويين. ولذا يعني بنستطيع نحن من خلال التساوي بين هذين المثلثين نستطيع ان يعني نطابق ما بين يعني الاصول السالفه والاصول التي من الممكن ان تاتي ومستويات تطور الاشياء ومستويات نمو الاشياء في هذه الفترات. ودعنا مقاييس. المقاييس ده اطلقنا عليه اللي هو وحدات اليونيكوم للقياس. وده اللي هو وضعناه في شكل مقاييس. وهذه المقاييس يعني ده هو المثلث يعني كلكم شايفينه. هذا هو المثلثين. ده المثلث هذه المثلث هذه وده سميناهم كده لانه مثلثين اللي هو متقين. هذه يمثل هذه او الانثى يمثل الذكر لا خلاف بين الاثنين. هي نفس اللي هو شنو؟ التعادل. ده مثلث 180 درجة ده 180 الزوايا ده كلها 60 60 الاضلاع متساوية. هنا هذه الزاوية هي زاوية مشتركة. إذا قلبت المثلث بالاتجاه الثاني أيضا بيأتي الدل الطالب هو دل مشترك. وبالتالي لا وجود للمثلث الثاني
دون المثلث الاخر. لا وجود لهذه دون هذه، ولا وجود لهذه دون هذه، يعني لا وجود للانثى دون الذكر، ولا وجود للذكر دون الانثى. وبالتالي هذين المثلثين هما بيمثلان اللي هو الجنسين المكونين بالنسبه للكائنات الهيئه. ولو هذين المثلثين كما وضحت نحن قسمنا اللي هو شنو؟ بننظر من خلال هذين المثلثين، اذا افترضنا ان يعني بدايه الوجود هنا، لان المسافه من يعني من هنا من هذا الظل الى راس المثلث هو نفس المسافه من هنا راس المثلث هنا الى راس المثلث في الاتجاه الثاني، في الاتجاه الثاني اذا افترضنا انه هنا الماضي وهنا الحاضر وهذا المستقبل. الانتشار الافقي نسبه النمو الافقي في هذه الحاله، يعني اذا افترضنا هنا نقطه الوسط او نقطه النشوء، وهذا النشوء يعني نما نشأ هذا الشيء في هذا المكان في النقطة ألف في رأس المثلث هنا، وتطور هذا الشيء اللي هو النقطة باء اللي هو الحاضر حاليا، وانتشر نسبة الانتشار الأفقي في هذه اللحظة، يعني هيديك نسبة الانتشار الأفقي في الفترة المستقبلية لنفس السنوات النمو من النقطة باء إلى النقطة جيم. وده نحن نقيسه بأشياء وفقا دي اللي هو مقاييس اليونيكورن، أو اللي هو مقاييس اليونيكورن اللي نحن أطلقنا عليه. وده هنديكم له برضه هسي. وده هي اللي هو المقاييس بتاعت اليونيكورن. ودقيقة انا نفتحه. فانا عملية اللي هو التطور في الوجود وعملية النمو، وهي كلها يعني بالترابط. ما وصل إليه العلماء أو علماء الطبيعة أو علماء الكونيات، وصلوا لأنه هذا الكون نشأ في فترة من الفترات اللي هو من خلال مثلا الدبة. دعنا نتحدث وفقا لما هم وصلوا عليه، ودبقا وفقا لما اسسوا عليه. وده قبل 13 مليار فاصل 5 5 مليون او 500 مليون سنة. كويس، ده الفترة اللي اتوصل عليه الكون ب يعني هذا اتوتر على خلال دراستهم انه الكون اللي هو انفجر، او يعني بدا الانفجار الكبير قبل 13 مليار فاصل 5، وهيحدث شيء ثاني مشابه للانفجار الكبير اللي هو يسمى بالانكماش اللي هو البيج بان. وده البيج كرانش. البيج كرانش ان الكون هيتكمش تاني، هيرجع لمستوى الذرة وبعد ذلك ينفجر تاني من جديد. وبالتالي نحن ننظر لهذا من خلال مجسم هاري اللي هو النقطة، من النقطة ما يحدث في النقطة، يعني من خلال هذه بنتخذ من هذه النظرية اللي هو انه يعني من خلال مجسم هاري انه ما يحدث في النقطة باء، او ما حدث في النقطة باء، او في اقصد في النقطة الف، ما حدث في النقطة الف سيتكرر في النقطة جيم.
ألف سيتكرر في نقطة جيم. إذا اضطربنا نقطة الوسط هي المرحلة الراهنة أو اللي هو الفترة الحاضرة، هنالك لابد من أن كل حاضر بيكون له ماضي ومستقبل، وبالتالي نفس الشيء أنت تجي أن تستطيع أن تضع حياة الإنسان بنفس الخط. الإنسان بيبدأ كطفل، يعني انتبهوا لده جدا، يعني ده يعني ندى أن الإنسان حينما نشأ طفل أو الطفولة، طفولة الإنسان الباكرة، ندعو في النقطة ألف. الإنسان حينما يكبر بيصل لما يسمى به اللي هو الشيخوخة، وبيصل لشيء بنسميه بشنو؟ بالغريب، بيرجع لنفس تصرفات الطفولة، يتحول إلى تصرف بمستوى الطفل. ما الذي يحدث ليتحول الإنسان إلى طفل إذا ما تقدم في العمر إلى أقصى درجة؟ ما الذي يحدث له؟ وبالتالي يعني هنا حينما يعود الإنسان يتصرف كالطفل، هذا إحنا ما بنسميه وفقا اللي هو المجسم بتاعنا بنسميه بالنقطة اللي هو جيم، نسميه بالنقطة جيم. ما يحدث في ألف يتكرر بجيم، وهو نفس الشيء في نقطة ألف. هذا هي لحظة التكوين من اللي هو من المواد. الطفل بيأتي من خلايا متشزية، هذه الخلايا بتعتمد على مكونات العناصر الطبيعية لكي ينمو، وبيبدأ بيجمع وبيكون إنسان، وبيتغذى على هذه المكونات الطبيعية، وبيتنفس وبيأكل وبيشرب، ده تغذية بيجمع على أساس إنه بيكون يعني كائن كبير. بيرجع بيتضعف، هذه الأجهزة بحد ذاتها بيرجع بترجع بتفقد، يعني مهما انت غذيته بتصل مرحلة بترجع انها يعني تصل اقصى مدى، وبترجع بتفقد اللي هو متجهة نحو النقطة دي، متجهة نحو التلاشي. وده معناه ماشي الكرب جاء من اين؟ من الزراب، وماشي متحول الى الزراب، وبالتالي بصل مرحلة التلاشي، وبيتفقى الرابط الذي بيكون اللي هو هذا الكائن، الرابط بين الأجهزة المختلفة، والرابط بين المكونات المختلفة التي يعني وفقا لي اللي هو ما أعرف، وفقا لي التقليديات، ووفقا لي الموروثات التقليدية، ووفقا لي العقائد التقليدية أعرف بيورب بالروح، ولكن لا يوجد شيء يسمى الروح، وإنما يوجد مثال تكامل زي العربية الذي أنت بتربط فيه عدد من الأشياء، هذا يربط في هذا، هذا يربط في هذا، وبالنهاية تجد كفيل الوقود وبيدور. إذا كسرت أي واحد من هذه الأشياء العربية مش هيدور. نفس الخط بيجي هذا اللي هو اللي يسموشنا، بيجي هذه المكونات في النهاية الأجهزة اللي بيحرك هذا الكائن كلها بترجع بتتشلى، وبترجع للمواد التي اتكونت منه وانت اكلته، بيتحلل وبيتفتت وبتتلاشى في الوجود، وكلها بتكون اللي هو شنو، بيرجع الكالسيوم بيمشي كالسيوم، والاكسجين بيمشي اكسجين، والهيدروجين بيمشي هيدروجين، وغير وده الشيء بيحصل. معناه هذا وين؟ هذا الى الطبيعه، هذا الى الكون الشامل، يعني الكون الشامل. هذا الكون الشامل لان انت بتلاقي تاكل وتشرب الحاجات كذا، منتجات الاشجار، الحيوانات اللي بتاكلهم قاعده تلم منها، ما بتلم من الطبيعه ده، بتاكل هي ذاتها وانت قاعد تاكلها. نفس الشيء انت هتنمو وهتصل للمرحله اللي تبدا فيه في عمليه الاضمحلال، وتصل مرحله التلاشي،
الثاني وبالتالي تتلاشى وتتفكر وترجع تنتشر في الوجود لانها تتحول لي اللي هو عناصر طبيعيه، وهذه العناصر الطبيعيه بتدخل في تراكيب كائنات اخرى. بيمشي بيدخل في تراكيب بيسمع اللي هو المركبات مع كائنات اخرى. وده اشياء بيحدث بيمشي بيدخل في العالم بيدخل بيعمل مركبات مع اللي هو مركبات عضويه وغيره، بيمشي للفضاء بيشترك مع مكونات ثانيه بيتحول لاشياء ثانيه. وبنفس القدر انت جمعت يعني اشجار، جمعت من وين؟ جمعت من المويه، جمعت من منو؟ يعني انت جيت تاكل وبتلم بتلم لحد ما بقيت طويل وبقيت يسموه شنو، وبعد شويه بدات تتمهل ورجعت لعمر الطفوله. وبالتالي نفس الشيء يعني انت تنتقل من النقطه اللي هو الف مثلا في المجسم بتاعتنا هنا، وفي النقطه ج بترجع لنفسي كما كنت في النقطه الف. يعني ده ممكن نسميه شنو؟ نفسي دوره الحياه، أو دورة حياة، أو يعني ممكن نسميه شنو؟ الدورة الكونية. ومخايزنا اللي إحنا نستخدمه على أساس إنه نقيس أو نستخدمه من خلال اللي هو مجسم حالي، إنها هذه المقاييس، وهذه المقاييس مثلا إنها اللي هو حوالي 7 مقاييس، وهي مثلا إنها السيوغرام. والسيوغرام واحد سيوغرام اللي هو سي جي ده بيساوي لنا 100 سنة. كل 100 سنة بنسميه سيوغرام. اللي هو كل قرن بنسميه بنطلق عليه سيوغرام. ان السيوغرام او 100 سنة اللي هو بنجي اللي هو بنجي برضه في اللي هو اللي هو الفجرام. الفجرام او الفيوجرام ده اف جي اف جي اللي يسموه شنو المختصر بتاعته اف جي، وده بيساوي لنا سيوجرام تجيب الفجرام بيساوي لنا السيوجرام تجيب. يعني السيو اذا كان السيوجرام 100 سنة واحد قرن معناه بيساوي لنا 3 قرون تكييف او 100 سنة تكييف اللي هو 100 في 100 في 100. وبعد ذلك ان العدد يقول له 100 جرام وفقا لمقاييس اليونيكورن او وحدات القياس بالنسبة لليونيكورن، وده اللي هي وحدات القياس اللي احنا بنستخدمه في عملية قياس اللي هو الدراسات الاستراتيجيه بالنسبه للاشياء ونمو الاشياء وتطور الاشياء، وايضا يعني اللي هو الفوارق كيف انه الاشياء بتتحول من مرحله للمرحله، ومن خلال اللي هو الفترات اللي بنجي نقسمه داخل اللي هو المجسم او داخل المثلثين. وبعد ذلك عندك اللي هو يعني بعد ال 100 جرام اللي هو عندك او ال 100 جرام او عندك اللي هو شنو؟ لا اقصد بعد ال 100 جرام عندك ال 100 ال 100 عندك اللي هو ال 100 جرام اللي هو قلنا ذكرنا السيو جرام، وقلنا الفجرام بيساوي لنا سيو جرام تجيب. بعد ذلك نجي لحاجه بيسمى بالميو جرام. والميو جرام ده اللي هو ام اي جي. والميو جرام بيساوي لنا 100 في سيو جرام. 100 في سيو جرام. 100 في سيو جرام. يعني ده معناه بيساوي لنا 100 مضروب في السيو جرام او 100 مضروب في في اللي هو 100 في سيو جرام اللي هو في السيو جرام اللي هو 100 مضروب في 100 معناه كم؟ 10000 في سنه. عندك اللي هو بنجي به بعده حاجه ثانيه بيقول له الاوجرام. والاوجرام اللي هو الاو جي ده بيدينا 300 جرام.
السري اللي هو 3 ميمبران تدقيق، 3 مضروب في 100 جرام، وزي ما قلنا ال 100 جرام اللي هو بيساوي 10 عاد، معناه 3 في 10 عاد بتدقيق، 3 في 10 عاد في مربوط هو 3. إما حاجة تاني اللي هو بيسمى فيه الديجرام، والديجرام اللي هو دي جي ده بيديك 3 مضروب في اللي هو في الفوجرام، 3 مضروب في الفوجرام، واللي هو الفوجرام زي ما قلنا الفوجرام بيساوي لنا الفوجرام بيساوي لنا اللي هو سيو جرام تكييف، معناه 100 تكييف مضروب في اللي هو 3، 100 تكييف مضروب في 3. عندنا حاجه ثاني اللي هو بيسموه السد جرام، والسد جرام ده اللي هو يعني 1 سد جرام او 1 سد جرام اللي هو ال دي جي 1 سد جرام بيديك 2 دي جرام هيرز، ومعناه 2 دي جرام معناه 2 اللي هو 2 مضروب في اللي هو 3 اللي هو 3 فوجرام، اللي هو 2 مضروب في 3 فوجرام او 3 في فوجرام، وده هي المقاييس اللي بنستخدم. يعني مثلا لما نجي ده اللي هو نرجع مثلا لمجسم، نرجع لمجسم حالي، نرجع للمجسم هنا، اذا افترض معنا يعني تكوين الوجود اي البيج بانج حدث هنا قبل 13 مليار فاصل 5، احنا بنجي 3 مليار فاصل 5 ده نحوله مثلا للديجرام او نحوله للفوجرام او نحوله للسب ديجرام، ما بنذكره 13 زي ما ذكروا العلماء قبل كده، يعني احنا بنجي نحوله للسب ديجرام. لما نحوله للسد جرام، السد جرام الواحد بيساوي قرابة كذا مليون سنة، فبنجي انه يعني على اساس انه يعني بنجي انه نفكك السد جرام بذاته الى اللي هو 4 جرام و100 جرام وغيره، نجي نشوف نسبة التطور في ال100 جرام، نسبة تطور الوجود في ال100 جرام الواحد، ده كله على اساس انه نجي نسل، احنا لسه بندرس في الماضي، على اساس انه النسل دي يعني نسبة التطور الذي اوصل الناس اوصل الوجود للمرحلة الراهنة، وبعد ده نجي نشوف يعني مثلا نسبة التطور في اللي هو لا 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 في السد جرام في الماضي، بنجي نشوف انه يعني نسبة التطور في السد جرام مستقبلا، وبهذا يعني دي هي عمليات معقدة جدا والعمليات الحسابية واللي هو المجسمات اللي نحن نستخدمه في خلال الأنشطة بتاعتنا، يعني الأشياء اللي بنعمل وما بنعمل وسالب وحديثنا عن الوجود ووصولنا لأنه كون الأشياء اللي كله درسنا تاريخ التجربة البشرية وما وجدنا انه الاشياء الناس بيتكلموا عنه انه وجود كائن يعني مسؤول من الكون وغيره، ده احنا ما وجدنا شيء زي ده، يعني ما في كلام زي ده، يعني وفقا لدراساتنا احنا لو في اصلا كان عملنا جوه اصبحنا ومشينا على بعض، لكن ما في حتى اكدنا ما في. ويعني المسألة هنا حينما نقول ما في، الناس بيروا انه هذا الكلام ما من المفترض تقول للناس اللي هو الاله بذاته مات وغيره، ولكن ده الحقيقه، انا لا اكذب لك، هذه هي الحقيقه، انا اقول لك الحقيقه، هذا ما كتبته عن وما تقوله عن هي اللي مدون وموجود، وانا بدرس الاشياء ده ومن خلاله بثبت لك انه الاشياء ده كذب او حقيقه، يعني ما باتي بشيء من عندي، هذه الاشياء المكتوبه ومدونه، هذه الأشياء
انت شخصيا مقتني به تماما وانت بتستخدم هذه الاشياء، انا بجيبه بحطه وبعمل له دراسه وبعمل له فاسه وباكد لك انه الشيء ده مصدره كذا، والشيء ده بدا بتاريخ كذا، والشيء ده اتطور بالطريقه كذا وكذا وكذا، بنجيبه نحط لك داخل المجسم هنا بنوريك يعني اتطور بنسبه كم انه يصل في للمستوى ده، وبنرجع لك لاصل الشيء ده اصلا كان وين وهو كان شنو. فبهذه الطريقة يعني نستطيع أن نصل إلى حقائق، يعني الحقائق الكونية كلها، وبالتالي يعني لا يوجد داعي لأن يعني الواحد يلزم الناس باتباع شيء وهم مقتنعين بأنه هذا الشيء غير حقيقي. أنت تستطيع انت يعني اذا كان شايف انت الشيء اللي انت ماشي فيه ده مصر عليه، هو رغم انه يعني هو بيأثر عليك انت، ولما يأثر عليك انت انت جزء من المنظومة البشرية وجزء من المنظومة الاجتماعية، وبالتالي بتكون عائق للناس وبالتالي عوائق بالنسبة للبشرية، وهذا انت بتسبب ضرر، ضرر متوارث. فهذه هي اشكالية هذا الضرر المتوارث اللي انت بتسببه بغض النظر انك تصطدم بالناس او تهاجم او غيره، وانما انت موجود ككائن موجود بتستهلك، موجود يعني ضمن المنظومة البشرية وبالتالي الاخرين، وبالتالي هذه الاشياء اللي انت بتستخدمها هيستمر في عملية الاعاقة ويستمر في خلق اشكاليات كبيرة جدا عام البشرية، بيكلف مجهود هذا المجهود من الممكن توفيره اللي هو انشطة اخرى الناس في هوجة له، يعني المجتمعات البشرية في هوجة بالنسبة له، انت بتضيع في اشياء فائقة، بتضيع طاقة بشرية في اشياء يعني مبتفيدة ولا بتفيد الاخرين. انت اصلا عمرك يعني سنوات وبتنتهي وبتتلاشى وبتدخل جو ولا في الجو فوق ولا تمشي يسموه شنو تصبح في العارض، يعني اكلك يسموه شنو اصبحت تحولت دخلت لك في جسم دودة ولا دخلت في جسم يسموه شنو، انت شغلان على كده يعني كله احلام ابداع وحاجات بتمنيه انه انت بتحيا تاني وتمشي تعمل كذا وتمشي تعمل كذا في الجنة وتقابل كذا من يا ثم عارف، ده كله اشياء يعني العمان رغبات الانسان شهوات الانسان، وبالتالي الانسان بيتمنى تحقيقه. هذه الاشياء نفسها يعني اللي يعني بيلوه للإنسان أثناء ما هو نائم ما يسمى بالأحلام، هي نفسها. وبشر عايشين وعايشين ويعني على ودية الإنسان النائم، ودية هي المشكلة. ولذا نحن صراحة كيونيكوم يعني اليوم ده بالذات يعني طبعا من أحد اللي هو يعني في اللي هو جزاري الزائية دائما نحن نناقش أشياء كونية ونناقش أكثر في الأشياء المتعلقة باليونيكوم وأفكار اليونيكوم وأنشطته، وفي أشياء كثيرة جدا هنناقشه من خلال يوم الأحد من كل أسبوع في اللي هو جزاري. وصراحة نحن في اليونيكوم ما عندناش إشكالية مع أي جهة، يعني ما عندنا إشكالية مع أي جهة دينية، ما عندنا إشكالية مع أي جهة عقائدية، ما عندنا إشكالية مع أي جهة فكرية، وإنما يعني هذه الأشياء اللي بنتحدث عنها وهذه المواقف من الوجود وهذه المواقف من الطريق والطريق النشاط البشري، هذه المواقف بناء على ما درسناه ومستعدين نناقش أي شخصي أو يعني حتى ولو تجنبنا النقاش لقناعاتنا، لأنه نحن لا نرى أن هنالك داعي لأن
من ناحية الجهة الفلانية إنه هنالك يعني كائن فوق موجود أما موجود الأشياء دي مفرغة منه زي الإنسان اللي بيتكلم مع طفل يعني. يعني الطفل يعني حبوته حكلوه إنه في خوف موجود وفي إفريت أنا ما في داعي إنه أجي أقضي يومي كله أجوب معه على أساس إنه هو ما مصير إنه ما ممكن إنه أنت طفل بسرعة تقول له مثلا امشي الحتة الفلانية ده شيل الشيل فلاني كذا يعني في الظلام مثلا او في الظلام اقصد يعني هو هيقول لك في الخول انا هذا الخول او هذا الافريق وبالتالي يعني انت ما يعني هو ما هيقتني ان الخول ما موجود هو مصير انه حبوط وراء قال له الكلام ده وفي نفس الوقت هؤلاء الذين قالوا لهم هم ما ممكن هم أصلا يعني لا مهما تفعل هو لا يقتنع بأن هذه الأشياء يعني استخدمت في وقت من الأوقات وكان من أقلية البشر في مراحل بتاع التطور مرت بهذه المراحل لكي تصل إلى يعني بعد الحقائق ولا زال هنالك حقائق يعني لم يتم الوصول إليها ولكن هذه مراحل مبكرة البشرية مروا به إنه يعني إنه لا 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 من الممكن إنه يصدق قصة بتاعت إنه يعني امرأة حامل بدون تواصل جنسي امرأة يعني فالأشياء دي يعني كانت في مرحلتها يعني تستطيع إنه تجي للناس تقول لهم إنه أنا زهلي يعني يشوف بيت مجرى البر في حتة من الحتات انه يعني ظهر لي ايش ما عارف شعاع وما ادراك ما شعاع يعني التغيرات فهذه الاشياء يعني اشياء لها وقتها ولعبت دور البشرية ما كانوا موحدين بنفس المستوى وانما يعني استخدمت في اللي هو الأنشطة الاجتماعية واستخدمت في عملية الروابط الاجتماعية في مرحلة من المراحل ولكنها لا تصلح لأن تستخدم في الوقت الراهن لأن العقلية البشرية اتقدمت وهي نفس الخبر يعني تعال خلي الأتراك اللي يسموش تعال أجد لي مثلا كديس مثلا في يسموه شنو كديس في المدينة بتاع الدلو في فيران ما في ليه؟ ما عنده شغلة بالفأر هو بيجري من الفأر ليه؟ وعن جايد ليه؟ يعني غيب مثلا في المناطق الريفية لو أديت أكل الدنيا كله هو لازم يعني إنه يعني أول فيران في أجزاتهم لو شافوا الغيب بيجوا فهذه الأشياء يعني هي عمليات بتاع التطور وعمليات بتاع يعني تقدم الأخلية بتاع الإنسان بحد ذاته والناس اللي يعني دائما أنا لاحظت إنه الواحد يجي في الإنترنت بيقول إنه يعني يقول لك انه انا هنا من كرمان ده ما شفنا انه الانسان ده يتطور جامله حالة جديد ولا كده ده الانسان اول كائنات الحية انت لو رجعت اي انسان بيقول الكلام ده امشي اقرأ نظرية التطور لليونيكورن واقرأ اللي هو يعني نظرية اليونيكورن في النشوء والتطور الوجود يعني من السهل انت بتسأل لي هذه الاجابة يعني فهذا التطور الكائنات الحية اكتملت مرحلة التطور في الإطار اللي هو الجسدي وثبتت هذه وبدأت في عملية الاستنساخ الذات بدأت في عملية التطور في عملية المحافظة على المرحلة الذي وصلوا من التطور ده وأنتهى مسألة التطور هذه هي مسألة اللي هو اكتفى من هو الإنسان أنا كما ذكرت قبل
الإنسان هو عبارة عن تكتل صغير جدا من حيث الحجم، هو موجود وين؟ موجود في الدماغ. الباقي ده كله، ده كله أدوات، أدوات الدماغ ده هي المسؤول عنه وهي بتحرك. الدماغ ده هو اللي بيقوم بعملية استخدام هذه الأشياء لأجل وظائف اللي بيخدمه هو، وبالتالي بيقوم بانه بيعمل كوبي الاساس انه يستمر في الوجود. الاشياء ده كله بيحصل من داخل الدماغ، وبالتالي عمليه تطور الجسد لها الانسان ما بيحدث له اي، يعني ما بيقوم له اي اشياء، لان الاشياء اللي عايزه الدماغ اصلا، مش الانسان بس، الكائنات الحيه، الاشياء اللي عايزه الدماغ اصلا ومراكز التطوير في هذه الكائنات هي: واحد، اما ان يكون اصلا التكوين الاول الذي اوضحه انه يكون شجره او يكون يعني حيوان مستوى حيوان معين من الحيوانات، او يكون مستوى انسان. هذه المكونات هي ليس في قدراتها انها يعني تستطيع ان تنتج اكثر من ذلك مما وصل اليه، وبالتالي بيستضير في عملية اللي هو العملية اللي هو الاستنساخ من اجل الوجود، او من اجل الاستمرارية والبقاء في الوجود. وبالتالي نفس الشيء، العقل هو مش اصلا يعني الاجزاء ده كونه نتيجة انه عايز يطور او عايز يطور يعني امبراء انه يكون اي جهاز موجود في الجسم او اي عضو من اعضاء الجسد في اي كائن حي هو تم تطويره من اجل غرض من الاغراض. وهذه الاجهزة هي منظومات. المنظومة العقلية طور الاشياء دي اليد على اساس اني اعمل كده، وطور له اسابع على اساس اني اعمل كده، وطور له اظافر على اساس اني اعمل كده، وطور شعر على اساس اني اعمل كذا، طور عيون يعني الجهاز النظري، الجهاز البصري، الجهاز كذا، الجهاز الهضمي، الجهاز الاخراني، الجهاز الدموي، الجهاز البولي، الجهاز ده كله طوره، ادوات الاحساس ده كله طوره، اللي هو ليشمع يا جماعه كل واحد لغرض معين. الاخراج اللي بيخليه انه يطور هذه الاشياء توقف. هذا لانه يطور هذه الاشياء مش محتاج. لجا هو يتطور في حد ذاته انه يعني يستخدم الادوات التطور ديز في حد ذاته، هذه الادوات ايدي وغيره ده، وارجو ده انه يطارد الكائنات الاخرى الموجودة في الطبيعة. وهذه العناصر اللي بيستخدموا في التغذية من اجل الاستمرارية النمو والاستمرارية والوجود في الوجود ده خلق هو اللي هو العمل له شنو؟ اللي هو طور له ايدي، وطور له عيون بشيبه، وطور له اللي هو ادوات بتاعت حماية. وبالتالي يعني هي الان لجأ العقل لاستخدام اللي هو التطوير في الجانب اللي هو الجانب اللي هو ممكن نسميه بجانب التفكير في استخدام الادوات، استخدام مكونات الطبيعه ده في حد ذاته تطوير. بيحدث طفرات، تغيرات لمواجهة بعض الظروف. بيحدث عمليات ترميم للجسد ليأخذ وضعه الطبيعي، لو جرحته كذا منه كده هو بيرمم
ده لانه نجزت من الشيل اصلا هو بناه، هو مش عايز يبني ادوات اكتر من كده، لكن انه ممكن يعني مش عايز يعني تطوير في مجال الجسد، لانه جسد الشيل هو عايزه اصلا هو بناه، هو الشيل مطلوب هو ما بيتطور في فاضي، وانما بيتطور من اجل غرض معين، ما محتاج انه يطور اوضه جديد. اكتفى على هذا، وانما هذه بدا انه يستخدم هذه الادوات في اللي هو استخدام وده عملية الخلق والابداع. داير مثلا يعني يمشي يسأل الحته الفلانيه، بيسمي الاله الفلانيه مستخدما هذه الايادي والنظر، بيرجع انه يعني يستخدم يشوف ماده من المواد يستخدمه في هذه العمليه، في عمليه انه ممكن يطير من الحته الفلانيه للفلانيه، يعني مرحله انه هو في حد ذاته يستخدم نفسه، ده يتجاوز الكائن الحي، يتجاوز هذا، وبدا انه التطوير ادفع تطوير الادوات في حد ذاته، تدمير ادوات خارج جسد وادوات من الطبيعه، استخدام مكونات الطبيعه وليس استخدام ذاته. وده جواب بالنسبه للناس اللي بيقولوا انه ما في حاجه اسمه تطوير، انه التطوير يعني ما شفنا لنا زول، يعني التطوير ده ليه وقف؟ التطوير ما وقف على الاطلاق، وانما التطوير في حد ذاته اللي هو اخذ طفره، هذه الطفرة انتقل من مرحلة التطوير الأدوات إلى استخدام الأشياء، وبالتالي العقل الآن بيطور ذاته فكريا من خلال التصور، من خلال عمليات التصورات، بيتصور بيتخيل وبيحول هذه التخيلات الى اشياء واقعيه من خلال استخدام مكونات الطبيعه من حوله، نفس الاشياء التي كان بيستخدمه في عمليه الاغذيه، الاشياء اللي هو استخدم الطبيعه من حوله في ان يتغذى ويحافظ على وجوده ويتطور، نفس الشيء هو بيستخدم هذه المكونات من حواليه، سواء كان بيتغذى عليه ولا ما بيتغذى عليه، وبيستخدمه في عمليه اللي هو الاستخدامات اللي هو بيفكر فيه وبيتصور، يتصور انه يطير ما بيطور عينه لانه طور عيني، وانما بيسمع عاله، بيصنع عالة مستخدمة من الطبيعة من حوله. إلى هنا نصل بكم إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم في غازيريوس. نحييكم مرة أخرى أحباؤنا الذين شاركونا في هذه اللحظات الجميلة، ونتمنى دائما أن تكونوا معنا يوم الأحد من كل أسبوع في هذا الزمن، بس بدينا احيانا نتاخر واحيانا نيجي بدري وفقا للظروف، ونتمنى ان يعني نستطيع ان نضبط الزمن الذي يتوافق معكم، وحتى نلتقيكم في الاسبوع القادم من يوم الاحد في غازيريوس لكم التحيه، ويوم الاحد سنلتقيكم في برنامج اخر، فكونوا معنا. مرحبا بكم احبائنا، لكم التحيه والشكر والتقدير، واتطوروا بسلام ولا تصطدموا بالاخرين. مع السلامه.